اتهمت قناة إسرائيلية الجزائر بالعمل على تحضير الرأي العام للمواجهة العسكرية مع المغرب من خلال تصعيدها المتواصل. ودعت قناة E24 الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى التحرك وحث الجزائر على خفض التصعيد مع جارتها المغرب. وقالت القناة الإسرائيلية العبرية إن المنطقة ستكون عرضة للانفجار في حال نشوب حرب بين أكبر مستوردين للأسلحة في القارة الإفريقية. ونصحت القناة الجزائر باقتفاء أثر دول مثل مصر والإمارات والبحرين والأردن والمغرب الذين اختاروا التقرب من إسرائيل دون التخلي عن أشقائهم الفلسطينيين. كما دعت القناة الصهيونية في مقال نشر على موقعها الجزائر إلى مراجعة سياستها. وادعى المقال أن المغرب حقق انتصارا دبلوماسيا كبيرا من خلال افتكاكه اعترافا أمريكيا بسيادته على الصحراء مقابل التطبيع مع إسرائيل، وهو ما أزعج الجزائر. يذكر أن الكثير من وسائل الإعلام الصهيونية باتت تقود حملة شرسة ضد الجزائر لصالح حليفها في المنطقة المغاربية. وكان موقع مغربي معروف كشف قبل أيام أن الكيان الصهيوني مستعد لتزويد المغرب بالدفاعات الجوية المعروفة باسم القبة الحديدية. هذه القبة الحديدية نفسها التي لم تستطيع الصمود أمام صواريخ القسام الفلسطينية، فكيف تستطيع الصمود أمام صواريخ S-400؟ أدعوك للاشتراك في قناة الجيريتيوب حتى تصلك أخبار الجزائر أول بأول.